من من المسلمين في عصرنا هذا من لا يعلم أن الربا حرام؟ من منا؟ أهناك شخص يقول أنا ما أعرف أن الربا حرام؟ كنا نعلم ولكن لا نعمل. مقطع لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي حفظه الله تعالى وسدد خطاه، يتحدث عن حقيقة مؤلمة، عن تفشي الربا، التعامل بالربا. ومن أجل ماذا؟ لو جئت هذا الربا لا مبرر، من كل الفتاوى التي كنت أستمع إليها من مشايخنا أو مشايخ المدارس الأخرى لم أجد إنسانا يتهاون في أمر أو يفتي بالربا. يعني طبعا أتكلم عن الصالحين منهم ويعني الأتقياء منهم، إلا واحد قال يعني إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. يقول لو آخر شيء إن عاد الإنسان بيموت وماشي إلا أنه يأخذ بقدر ما يشتري به طعام مثلا ولم يجد، لعل الله سبحانه وتعالى يسامحه ويعفو عنه. لكن لو جئنا في واقعنا ونجد لماذا الناس يتعاملون بالربا، هل من الجوع مثلا؟ هل سيموتون جوعا أو يمشون عراة؟ لا والله، إنما هي كماليات هذه الحياة الدنيا. أحد الإخوة يقول أعرف دكتور ودكتورة، يقول أعرفهم من قبل الدكتوراة إلى أن وصلوا إلى الدكتوراة هذه. يقول علمت أنه اقترض، طيب كم راتب الدكاترة هذا؟ لا أنا ما أعرف، لكن لا أظنها أنه أقل من 1000 شيء، لا أظنه. يقول علم أن هذا الرجل اقترض مبلغا يكاد يصل إلى 300,000 هو وزوجته. لماذا؟ فذهب هذا صاحبي، ذهب إلى هذا الدكتور وأخذ يعني ينصحه ويقول له لماذا فعلت هذا؟ فقال يا أخي أنا دكتور وهي دكتورة، ما يصير الناس تجي عندنا وتشوفنا يعني حياة بسيطة؟ ما شاء الله، عذر قوي، عذر مرة يطيحك يعني، خرس اللسان مرة. ما يصير إنه الناس تجي عنده وتشوفه يعني دكتور ودكتورة. ها؟ سماحة الشيخ كنت معه عندما أعطي شهادة الدكتوراه الفخرية في السودان، كنت حاضرا وإذا به يقول لنا لا تخبر الناس عن هذه الشهادة. وبعضهم والله كنت أتحدث مع شخص وناديه باسمه الحاف وأشوف الرجال يتمعر وجهه، مالك؟ قال يا أخي اسمي حاف، بعدني ما فهم، أنا مسوي عمري بغام ما فهم شيء، ما خير هناك مو هنا. قال أنت مهندس؟ قلت لا أنا ما مهندس. قال معاك الدكتور فلان، هو خلاص هيطيح السقف من ذيك ساعة. أخبرت أحد الإخوة عن هذا الكلام، قال والله لو كنت معه كنت بقول له الخراط فلان، عندي شهادة في الخراطة، خراطة الحديد هذه، زين حتى لا يفهم مقصد آخر يعني، زين فيقول أنا عندي شهادة في الخراطة، معروف هذا السباكة وكذا. فقل والله كنت بقول له معاك الخراط فلان خير يعني. فالناس تذهب إلى هذه المعصية وتبارز الله سبحانه وتعالى بها وتعادي الله سبحانه وتعالى بها من أجل تفاهات سيتركونها وراء ظهرهم، وراء ظهورهم سيتركون هذه التفاهات. منهم لا يحلو له إلا أن يغير أثاث بيته، منهم من لا يحلو له إلا أن يبدل من سيارة إلى أخرى. لذلك أصبنا يعني أصيب أمثال هؤلاء بأمراض وعاهة، ويأتونك إلى يعني يبحثون عن العلاج، والعلاج عندهم أن يرعوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى يتخلصوا. وبعضهم عاد اسمع الجواب القاصم، عاد هذا خلاص يخرسك يعني، ها؟ يقول لك يا أخي كل الناس تأخذ زدانة،
ما عليه. يوم القيامة لما يدخل هؤلاء الناس النار والعياذ بالله، قول زد أنا أبغى أسير الجنة، ما يصير أسير بياهم. هل يقوى أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل يقوى أن يقول مثل هذا الكلام؟ لا والله، ولكنه استدراج شيطاني. واحد يقول لك هنا أسكن أولادي، عقهم في سيح يا أخي، ولا تحارب الله سبحانه وتعالى بمعصية الربا. فأذنوا بحرب من الله. ويأتيك واحد يفسر لك هذا على أساس أنه يسهل على المقترضين، يسهل لهم، يقول لك يا أخي هنا الحرب على من أقرض بالربا وليس المقترض بالربا. ما شاء الله، هذا عد فلتت زمانه هذا، أن اللي ماخذ ما عليه ذنب، هذاك اللي قارض هو اللي عليه ذنب، لأنه هو الذي فرض الربا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يخبرني زميلي كان في العمل وافد وغادر السلطنة، يقول أنا متفاجئ مع أخلاق العمانيين، أكتشف أن كثير منهم متعامل بهذه المعصية. يقول في بلادنا، دون أن أذكر بلاده، يقول في بلادنا رغم الفقر الذي نعيشه، لكن لا قليل من يتجرأ ويذهب للربا، لأننا سمعنا حديثا أن دينار ربا كمن زنى بأمه 36 مرة. يقول يخوفنا هذا، بس ما نروح. وهذا لناس محتاجين وفقراء، فما الذي جعل هذا الأمر سهلا؟ هل الإنسان هنا بيقول لك يا أخي الحياة وكذا ماشي عذر؟ الله سبحانه وتعالى غلق البيبان كلها، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم.